هذا وقد أعلن الرئيس السيسي في ختام كلمته عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من عام 2024 إلى عام 2026، إيمانا من مصر بمسؤوليتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الأفريقية. كما تعهد الرئيس السيسي باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا الأفارقة نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد على مدى العامين القادمين. كما أود أن أعلن عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2024-2026، إيمانا من مصر بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، لقد عهدتكم عند تسليم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد على مدى العامين القادمين.